ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرتبشت. مع مين رح يطلع؟ ببساطة ما عندي سيارة، وكل ما رفقاتي بدهم يعملوا مشروع سيران أو طلعة لأرنة بعيدة بينطرح السؤال التالي: ولقمان مع مين رح يطلع؟ طبعا أنا مالي علاقة، هم سيقررون السيارة التي سآتي بها، وعادة ما تكون جلسة انتقاء الصديق الذي سيقلني معه سرية، نظرا لأنه ما حدا قاتل حاله ليطلعني معه. صاحبي الأوروبي الطباع سيكون أول المنسحبين من السباق بسبب سيجارتي، فالرجل لا يحب التدخين تحت أي سقف حتى سقف السيارة، وهو يرفض تحت ضغوطي أن يشتري سيارة كشف، وبالتالي يا أنا بلا سيجارة يا بلاها هالطلعة من أساسها، لأنه صاحبي الأوروبي متعنت ومستحيل يسمح لي بالتدخين. والثالث بيفوت على الشارع الرئيسي بس مستحيل يفوت على حارات عين كرش مشان يشحطني من بيتي، قال ما في محل الصفة، وأنا مستحيل أطلع لراس الشارع لأنه ما بحب أوقف وانتظر. والرابع مرته ما بتخلي يطلعني معه لا بحلال ولا بحرام، لأنه حضرتي رح اتصلبط على مقعد القداماني. هيك شروطي: بتاخدني السيارة من قدام باب البيت، وبدخن وبقعد قدام، وأحيانا منزل قهوتي معي، وهاد رفيقي مرته بتحب تقعد قدام، وأنا ما بحب أقعد ورا وأفتح حديث معهم. رفيقي بيحاكيني هو عم يتطلع فيني بالمراية، ومرته بتندار كل شوي بتقلي ليك النفاضة قدامك. بس من بعد ما اخترعوا حزام الأمان يا قلبي أمان أمان في بلادنا، حتى بدت أحب المقعد الخلفي، بل وصرت أصعد في التاكسي خلفا إذا كان معي صديق، كله مشان ما حط الحزام. ومرة جربت أقعد ورا وأنا لوحدي، قام الشوفير قال لي: شرف لقدام معلم. قام شرفت. ما بعرف ليش الشوفيرية عنا ما بيحبوا قعدة الرجال ورا، بيحسوا بإهانة. قلنا له: والله مو مشان شي يا معلم، بس مشان الحزام. وبصراحة الحزام معدت سحبه، معدت، والبحث عن الانتاية الحمراء معدت، خاصة إذا كان في طراحة، وخاصة إذا كان في كاسة شاي خاصة الشوفير وملكه. ويقول لي الشوفير إنه ما في داعي لحط الحزام، امسكه بإيدك. طيب هيك أصعب، يعني بحطه نظامي وخلاص؟ لا لا لا، ما في داعي، امسكه بإيدك. هيك قال الشوفير وتابع: أنا عندي 10 بلوزات سود على الأسود، ما رح يعرف الشرطي إذا كنت حاطط حزام ولا لا. وضحك وضحكت معه مجاملا، لكنه كان طيبا لم يخورفني، كما أنني كنت لطيفا فلم أبخسه حقه. ونزلت وتعاهدنا أنا والسائق على محاربة الحزام باللون الأسود، وبحثت في خزانتي وفردت تيشيرتاتي أمامي في شي 5 قطع سود، ولكنني ارتديت واحدا أخضر لأن زوجة صديقي راكبة في المقعد الأمامي. وزمر صديقي فقلت له أن لا يزمر لأن الغرب اخترع لنا الموبايل. ونزلت فوجدت رتلا من السيارات يزمر خلف سيارة صديقي اللي مالأ صفة والتي أغلقت الطريق. حييت الجماهير التي تنتظرني، وكانوا يبتسمون لي وفي قلوبهم يشتمونني. جئت لأصعد في الخلف كي أرتاح من الحزام، لكن زوجة صديقي اللي لابسة أسود بأسود نزلت وقالت: لا والله ما بتقعد إلا قدام. وكانت السيارات تزمر، وكنت أحييهم معتذرا، وكانوا يبتسمون لي وفي قلوبهم يشتمونني بأقذع الشتائم: يا عيب الشوم يا حيف. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.